مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدي ومتابعي سبا دبي ومسا دبي. يمكن هاي الأجواء الجميلة نحن عايشين، حتى الضيفة تونست على أجواء مسا دبي وسما دبي في الفستيفال، وهاي الأجواء مستحيل الواحد يقول فيها أنا عندي صداع النصفي، أعوذ بالله منه. طبعا في وايد أشياء في الحياة تسبب صداع، ناس تسبب لك صداع، مشاكل تسبب لك صداع، استرس يسبب لك صداع، الجو ممكن مرات من بارد لحار، حار بارد تقول أنا عندي صداع. لكن الصداع النصف العوذ بالله منه هو الصداع الشائع، واللي ممكن يتسبب للإنسان في ألم جدا حادة وجدا مزعجة، وعادة طبعا يصيب مثل ما يقولون نصف معين في الرأس، يكون هالنص يعني يكون هذا الصداع مصاحب لبعض الأعراض اللي يشعر بها مريض الصداع النصفي، مثل اللوعة أو الغثيان، تقيؤ، وأعراض ثانية بنتكلم عنها اليوم أكثر، وبنتعرف كيف ممكن نحدد نحن مصابين بصداع نصفي، ولا هذا صداع عابر، ولا في واحد ملوع كبدك فمسبب لك صداع، ولا أي نوع من الصداع الناتج عن استرس. أكيد بنتكلم أكثر، ولا شو رأيك وليد؟ يضحك اللي يلوع الكبد، أهم شيء اللي يلوع الكبد الواحد فعلا هالسبب ترى بعد. أكيد 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 نتكلم أكثر، وبنتعرف أكثر على الصداع النصفي من خلال لقائنا مع الدكتورة منال الفحام، أخصائية في الأمراض العصبية بمستشفى برجيل للجراحة المتطورة في دبي. مساك الله بالخير يا دكتورة، بدون صداع حياة الله ويانا في مستقبل. نحن ما نبي الصداع، نحن نبي الابتسامة، نيب الوناسه، نيب الفرفشه، الوجوه الطيبه ما شاء الله. اهلا وسهلا فيكم استاذ المشاهدين، نرحب فيك طبعا في البرنامج. في البدايه شو المقصود اصلا بكلمه الصداع النصفي؟ هلا الصداع النصفي هو في صداع اساسي، يعني هو المرض هو بحد ذاته صداع. 4-5 انواع من الامراض هي اساسا صداع، وهناك صداع ثانوي مرافق لأمراض عديدة، حوالي 150 سبب للصداع. الصداع النصفي هو أحد أشهر أنواع الأمراض اللي هي اسمها صداع أساسي. هو صداع مرتبط بالدورة الدموية، ومرتبط بالكهربائية الدماغ بشكل مباشر، ومرتبط بالحواس. فهو صداع أساسي مرتبط بكل ما يأتينا معلومات عبر الحواس، الدماغ بيشعر فيها، بيصدر موجة كهربائية سريعة، لأنه هو دماغ سريع أصلاً. هلأ بنحكي على شخصية مرضى الصداع النصفي، فممكن أنه يريح رأس المصاب بالصداع أو يزعجه. سبحان فإما أن يكون الدماغ مزعوج فبيعطيك غضب وصداع ولوعة وأعراض كثيرة، أو أن يكون بسبب هذه الإشارات اللي عبر الحواس هو دماغ مرتاح وسعيد بالعكس تمام. ما شاء الله. هذا هو، فهو مرض عصبي وعائي. بالحقيقة هو عائلي وراثي، أو عائلي بدنا نقول، أكيد عائلي لازم يكون، وهو يورث مع الشخصية تبع اللي عنده الصداع، وهو منتشر في المجتمعات بنسبة تصل إلى 10-15% من البشر، وهذه النسبة مرتفعة جدا. جميلة دكتورة. الصداع النصفي أو نوبات الصداع النصفي، ونحن نوباتي على أوقات متفرقة ومتفاوتة، ويكون بناء أنه له علاقة بكهربائية الدماغ، هو عبارة عن ردة فعل. يعني مثلا الإنسان اللي عنده هيستوري صداع نصفي ممكن يتعرض لحدث ما، فتكون نوبة الصداع ردة فعل لها الأجواء اللي يعيشها، ولا ما له علاقة؟ هلا حضرتك حكيتي كلمة كتير مهمة. أولا هو مرض نوبي طبعا. أيوة. يعني نحن بالأمراض العصبية بننظر لنمط المرض. صحيح. هناك صداع يبدأ مفاجئ ويتزايد. نعم. هناك صداع متردد نوبي، هناك صداع لمرة واحدة، وهكذا. صدق. فهذا المرض هو صداع نوبي، نوبات. نعم. إذا اشتد كتير بصير داخلين ببعضهم، فما بيعود بيظهر نمط النوبات، بصير كأنه متواصل. نعم. تماماً. الآن بيكون المريض عنده استعداد للصداع النصفي. نعم. لكنه لا يظهر، يعني ممكن كتير من الناس بيقول لي طب أنا كيف الحين أنا ظهر عندي الصداع، أنا عمري 30 سنة 40 سنة. أيوة. في ناس بالطفولة من سنتين بيقول له هذا حيصير عنده صداع ابنك، بقدر أقول لهم يعني ليش بيظهر بهالمرحلة. طبعاً حسب العناصر المثيرة بالحياة اللي حوله. أيوة. نحن بنتواصل مع بعضنا بالحواس، يعني أنا عم شوفكم وأسمعكم، شوف لغة جسدكم، الأصوات اللي حولنا، إذا في روائح، إذا في تيار هواء بارد أو حار، كل ما هو عبر الحواس، تمام؟ فهذا التواصل عبر الحواس مثل ما قلت لك قد تكون الإشارة مزعجة للإنسان وتثير عنده نوبة صداع، وهناك عدة إشارات صوتية، ضوئية، روائح، لمس، تجي مع بعضها، عرفتي؟ صدق. الاسترس اللي نحن بنحكي عليه هو نفس الشيء، إشارة صوتية فيها معنى مؤذي. صحيح. مثلا فهمتي علي شو؟ أو فكرة ما عم بقدر حققها. صحيح. فكل هاي الإشارات
تظهر الاستعداد الشقيقة عند هذا الإنسان. فعلا صح. لذلك بنحكي على نمط الحياة، لا بنحكي على الموضوع. طبعا هناك عناصر مثيرة للموضوع. حتى هالشيء هذا نلاحظه بعد سماح، إنه في حد مثلا يقول أنا إذا أشم ريحة دهن عود خلاص يجيني صداع. أنا إذا أشم هذا العطر خلاص أصدع وأحس عمري لا يعد شبدي ومو بقادر. ليش؟ لأن هذا مثلا شيء مثير مثلا. تريجر طبعا. أيوة. زين، هل خلنا أقول لك، إذا مثلا شخص وحدة عندها مثلا الصداع النفسي، الحالة النفسية هاي تلعب دور؟ جدا طبعا اكيد. هلا بالنسبه للتريجر تبع اللي بتسمح لي بالشم، الشم التصنيف العالمي للشقيقه هن حطوا المثيرات السمعيه والمرئيه، ما عم يحطوا الشميه لهلا. ولكن انا برأي بشوفها بعالمنا كثير موجوده، ودائما بقول لهم نحن مجتمعاتنا عندها روائح، الرائحه صح. هي جزء مهم صح. منها صح. مثل ما تفضلت هذا كلام 100% سليم. اي انسان بيصدع اذا شم ريحه يعرف انه عنده صداع نصفي، وانا انا شقيقه تمام مباشره تمام. الآن الحالة النفسية، الناس اللي بيجيهم الصداع النصفي أو الشقيقة، اللي هو مو دائما نصفي طبعا، يعني قد يكون بجهتين على كل الأحوال، هن أساسا ناس حساسين، يعني بيشعروا عبر حواسهم أكثر من الناس الطبيعيين العاديين. يعني هو بيشعر بالضوء، بالأضواء، إذا تغير الضوء، إذا عم يرجف، بيشعر بالأصوات، بيشعر بالألوان، بيشعر إذا في خطأ بجدول، في خطأ بيلقطوا رأسا في شيء متغير صح. بالروائح بجوز يقول في ريحة يشمها أول واحد، في ريحة في ريحة بيحس عليها والقاعدين ما شموها. فهو إنسان حساس تمام. هذا الإنسان الحساس سريع التفاعل مع الصح ومع الخطأ. على قدر ما الصح بيفرحه، على قدر ما الخطأ بيزعله بسرعة. فالستريس هو عنصر مثير للنوبة الشقيقة، مو لأنه حالة نفسية، لأنه هذا الإنسان ما بيحب الخطأ، كتير ملتزم بالصح. مثالي. مثالي، هو إنسان مثالي، مثالي بمواعيده. يعني أنا بيجيني كتير مرضى بيكون على باب العيادة، إذا أنا تأخرت عليه ربع ساعة بسمع صوت صريخه برا، فبقول لهم هذا إنسان رائع، يعني رجاء هدوه لأنه هو إنسان رائع. بيكون هدول ناس الشقيقة هن ناس رائعين، بطلع بطيب خاطره ورجاء، بعدين لما يدخل بفهمه شو موضوعه. بس بعرف إنه هو عم يغضب لأنه نحن تأخرنا، مو لأنه هو غضوب. فهمت شنو؟ بس مع الأيام إذا ما قلنا له هالكلام بصير عن انحق غضوب وعصبي. في نقطة ثانية، نوبة الصداع النصفي موجة الشقيقة نفسها ببدايتها فيها توتر، لأنه هي إثارة موترة، فبتلاقي المريض بيعرف بداية نوبته. وأنا بقول له تجيك بداية النوبة لما تشعر أنه أنت كنت مبسوط وفجأة شعرت أنك غضبان أو منفعل. إذا أجاك هذا الشعور بالانفعال عرف أنه يمكن حتجي نوبة شقيقة، ووقف شوف شو هو اللي أزعجك. يعني هو جزء من شيء الاعراض. في شيء يكون ازعجه مو لله في لله. طبعا برافو عليكي. في شيء ازعجه، فلازم يكتشفه شو هذا الشيء، يوقف عنده ويكتشفه. جزء من اعراض نوبه الشقيقه ما قبل الصداع هو توتر وقلق وانفعال، جزء منها لانه الموجه بالدماغ ماشي فبتعمل له هذا الشعور. فاحيانا بنفكر نحن انه الحاله نفسيه، لا، العنصر النفسي هو عنصر مثير لكل الامراض. يعني انا اذا عندي ضغط بيعلى ضغطي اذا توترت، واذا عندي سكر بيعلى سكري، واذا يعني هو عنصر ليس نوعي من ضمن الامراض يصير نوبه شقيقه. فهي بالاتجاهين، التوتر يصير النوبه، واثاره النوبه باي سبب اخر قد يسبب اعراض نفسيه حقيقه. يعني حتى لو فرح ممكن بعد تسوي له نوبه، حتى لو فرح. احيانا الناس من شده الفرح في منهم بيجيهم صداع، بعض الناس حتى هاي اللي يخافون يفرحون. اي عن جد والله. اي فهي بتعرف حالها انه انا عندي حد ما بقدر اتجاوزه. الاكستريم هذا يتعب الحقيقه. انا عندي شيء عن الصداع، ما اعرف اذا هو صداع نصفي ولا لا. مرات تعرض للستريس في حياتك او عصبت، يعني انا عارف انا اشبه تحس مثل في كتله تمركزت في هذا المكان بالثجل، حتى يوم تصلي تحس ان في ثجل يطلع وينزل معك. هذا شو؟ انا هذا يصير لي وعملت عليه ام ار اي وما بين ما يطلع ام ار اي ما بيظهر يعني بالصداعات التوتري والوعائي وكثير انواع الصداع. الاساسي الاشعه سليمه. الصداع النصفي او اللي بنحكي عليه الشقيقه، اول علاماته انه هو بيصير معه احتقان، هو وعائي بيصير احتقان بمكان ما،
بجلدة الرأس، بالوش، حتى بالإيدين والرجلين أقل درجة. في احتقان بمكان مع العين، الإذن بيقلي في ضغط بإذني، حسيت وشي منفوخ، وجلدة رأس الواحد إذا ضغط عليها بتعوره يعني، حتى يعني حتى تحس في شيء ثقيل إذا تحرك للأمام صلى بحس حاله حيوقع يعني رأسه، حتى صعبة في السجود ما تتحمل كثير، بيقولوا ليها المرضى وإذا عمل أي جهد بيحس حاله خملان بسرعة. ولكن معه أعراض هضمية لازم يكون معه لوعة أو عدم رغبة بالأكل على الأقل، وانا خاطري ما اكل يا دكتور، خاطري ما اكل احيانا بصير بدي اكل يعني بلا اتجاهين، ببدايه النوبه بصير المريض بيقول بدي اكل اي شيء، بيدخلوا بياكل اي شيء بس عشان تخلص. زين نحن الحين تكلمنا عن يعني هذا صداع نصفي، هذا صداع ممكن احيانا بيختلط مع التوتر بس اغلب نصفي. نحن الحين تحدثنا عن الاعراض وتحدثنا عن الاسباب، زين شو الوقايه؟ شو وقايه يعني انا الحين خلاص سمعت عن هاي الاعراض عشان ما اطيح في الصداع النصفي او ما تيني يعني نوبه الصداع النصفي، شو الشيء اللي لازم اسويه؟ اولا معرفه انه مين اللي عنده الصداع، يعني الصداع النصفي 50% هو غير مشخص على فكره، والمرضى بيجونا بمترافقاته، يعني انا بيجيني مريض عنده شد عضلي قوي كثير، عنده خفقان بالقلب كثير، صاير عم يخاف كثير، عم ما عاد ركز، فقد التركيز، فقد شعوره انه هو مهم بالحياه، عنده عجز، يعني بيجيني بمترافقاته بنتائجه، بآلام بالإيدين والرجلين هيك. فبدك تعرف إنه هذا عنده صداع نصفي أو لا. المعرفة إنه الناس اللي بيعرفوا حالهم they are perfectionists، هن فعلا مثاليين، العوائل اللي عندها موجة المثالية، المثالية بالأناقة بالمواعيد، إذا عندهم عزيمة مثل ما قلت لك بالكلمات النابية بالألفاظ، هن مثاليين بيعملهم، يعني ما بيرضوا بالخطأ بيعملهم، بيضل بحاتي مثل ما بتقول بالإمارات، أنا عندي هالبرفكشن يضبطها أكثر، يضبطها وبتلاقيهم مبدعين مهمين ببداية حياتهم. أنا عم أحكي جد، أنا بسميه مرض العقل الجميل. فمعرفة إنه هادول ممكن يكون عندهم صداع نصفي لازم يعرفوا حالهم، هي أول واحدة. الشغلة الثانية الحياة الصحية، يعني أسباب فشل الصداع النصفي هي عدم اتباع القواعد الصحية، إنه هادول أكثر الناس تأثراً بالحياة السيئة لأنه حساسين، صح؟ عرفت كيف؟ فإذا قللوا مي بيتعبوا، إذا ناموا نوم ملخبط بيتعبوا، إذا أكلوا أكل سوئي، وأنا بشدد كثير على الحمية تبع الشقيقة، الأضواء والأصوات والروائح، والحقيقة المولات بعض المولات المزدحمة وفيها كثير إشارات بتصدعهم، في مولات بتريحهم، عرفت؟ أنواع الموسيقى بالأفراح، فلازم يعملوا وقاية ويلجأوا للحياة الصحية. والمي كذلك مهم جدا ترى. المي رقم واحد، علاج، يعني إذا ما شرب مي مو بس يجي صداع وشد عضلي وبيمرض أسرع من غيره، خمول وضبابية بدماغ، كثير المي شغلة مهمة. يقول حتى الأجبان ومنتجات الأجبان تأثر فيهم. إذا بدك أحكي على حمية الشقيقة بسرعة يعني، أنا بسموها 5C، يعني القهوة، المشروبات الحامضة، المشروبات المعلبة كلها، يا الجبنة والشوكولا وكتر القهوة ها، والأكل السبايسي الشديد. احنا استمتعنا بالحديث وياك يا دكتور، لكن ابدا ما استمتعنا بالصداعه كذا، الله يبعدها عنا جميعا. شاكرين لك ما شاء الله، طلعت حلوه والله يحفظك يا دكتوره. دكتوره منال الفحام، اخصائيه في الامراض العصبيه من مستشفى برجيل للجراحه المتطوره في دبي، قوات شاء الله يعطيك العافيه وتينا المره الجايه بدون صداع ان شاء الله، بنحكي شيء حلو ان شاء الله باذن الله.